يحب الدعم السريع وقال لهم انتم ناس مناقيل وقتلوا مجرمين وبني جلدتنا. ده انتصار نمبر 3. ده نمبر 3. في واحد نمبر 2 ده نمبر 3. جغم ناصف شعر، جغم عيسى مدريدي، جغم طاهر الجنجويتي. المهم جاء الحق وزهق الباطل، ان الباطل كان زهوقا. انا ما قلت لك الشغله دي بتكتم. طلعهم مجرمين وقتلة وقطعين طرق وما عندهم اي موضوع. عرفت كلامي كويس؟ طلعهم مجرمين وقتلة وما عندهم اي موضوع، تمام. طيب نمشي قدام شويه يا جماعه، لانه انا ما حطول في اللايف. وده برضو جاء الحق وزهق الباطل. انتوا هسه قال لكم يا جماعه حميتي ده ما خسر. انا هنا والله الحرب دي كابناء شمال كردفان وغرب دارفور والمناطق دي، انا هنا من زمن الثورات وزمن الحروب حقات جبال النوبه والشرق السريدل. والله انا ما نقول لك ما في يعني ناس يعني كان عمرك مناسب كده عشرينات حاجه بالشكل كده بيشيلوه، لكن هسه مجرد ما فتحت الحرب بتاعت الخرطوم دي اقل عمر انت بتخش، اقل عمر انت بتخش. والابناء ديل الشباب ديل هسه موجودين في الدعم السريع ديل، والله انا ما نقول لك ما في يعني ناس جايه من برا السودان فيه، والناس الجايين من برا ديل من البدايه نحن كالسودانيين دخلناهم، عملنا لهم جوازات دخلناهم نحن، والله ما جو برضا نفسهم، لانه نحن طريقنا فاتح لاي دوله تخش، اي دوله يعني شرق افريقيا الدول المجاوره دي بخش على كيفهم، ما في زول يعني ما الطريق ما 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 يعني فاتح. يجي زول من حد ال افريقيا يجي يخش في السودان دي يعيش في امن وامان، زول واحد بزعلك ما. فعشان كذا يا جماعه السودان اصلا يعني ما عنده شغل، وفتح الدعم السريع ده الرواتب عاليه واي شيء دايره في الدعم ده بيدوك له، اي حاجه دايرها في الدعم ده بيدوك له، وما في زول يعني بقيدك، ما في تغيير زي الجيش، ما في تقييد. فوالله ايوه ما في تقييد. طبعا فيديو طويل، عنده فيديو ثاني برضه عامل رفاضه، عامل زول اول امس. شايفين يا جماعه جاء الحق وزهق الباطل، ان الباطل كان زهوقا. شايفين يا جماعه طوالي طلعوا من المركب، شفت وحدتنا فتره يومين ولا ثلاثه يوم دي شفتها؟ مره قال يا جماعه هوي انا برا، وايش ابوي مضره انا برا انا ها؟ والله العظيم لا معاهم لا لكن قدام يا ابطال قدامه لسه بمرقوا يا دول. ده كان الفيديو حقه بتاعت قبل يومين الرفاته. يا الله شاوس والله يا جماعه الرساله دي انا بقولها لكم، تقبلوها ما تقبلوها ده شيء ثاني برجع عليكم انتوا. يا جماعه المستنفرين يا جماعه، والله يا جماعه الشيء ده قاعد برجعكم ورا شديد. المعاملة اللي قاعدين تعملوها للمستنفرين بالضرب وبالشيل الحاصل ده، والله يا جماعة الشيء ده بيقلل من قيمتكم شديد، وبالذات المستنفرين المسكتوهم في الجنينة وفي زانجة. المستنفرين ديل يعني المعاملة اللي عملتوها لهم دي معاملة لا ترضي الله ولا ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدين يا جماعة الشيء ده لو أصلا ده ماشي بالطريقة دي الشيء ده ما بخليكم تمشوا لقدام ولا حاجة. طيب وانا كررت لكم الفيديو ده في اللايف قبل يومين، تمام. جاء الحق وزهق الباطل، فالناس بتمرق انا متأكد واثق تمام. وانا كان قاعد انبيهم اكثر من 500 لايف، يا ناس الناس الساكنين معانا تعالوا قولوا كلمة حق، يا ناس ابو هسي بعد ده الوحدة جات انت يا تجي تقيف وداع اغر اقرار. قال لك في ناس جو من برا يا زول لسه. تحياتنا اخونا، ارفع الفيديوهات انا برفع لك بس ده انتصار نمبر 3. الو هاي
أوابك تفضل يا ريت. تفضل يا عيانة ولا شو؟ لا والله كنت دايرة نوم بس لقيت اللايف بتاعك وانت صح. تفضلي. أول حاجة بعد التحية والاحترام لك وللمشاهدين كلهم في المنبر، ودار أقول لك يعني اتمنيت أنا أخش معاكم في تيك توك أنت وخال أو خالد أبو رهف، فأنا أكيد شنو، بس طبعا أنا ما عاملة إضافة لخالد أبو رهف، بس بلقى اللايف بتاعه ساي. المهم أنا عندي مشكلة في التيك توك زي ما أنت عارف، حاولت أخش عن طريق واتساب عن طريق أنت لكن برضه شنو ما توفقته. انا بس المهم الرساله ده اقول لكم يعني ده شيء جميل جدا انتوا وخالد اللي عملتوه، ده شيء جميل جدا، وده رابط والشيء ده كان من زمان المفروض يكون احسن حاجه عملتوها، ولكن شنو لقيكم وقفتوا. انا بتمنى انكم ما تقيفوا، اتمنى انكم تمشوا لقدام، والفكره تكون شنو، الفكره في انكم انتوا الحرب الاعلاميه اقوى من حرب السلاح. تتفقوا انت وخالد للمرة الثانية، رغم انك انت ده اختراعك انا عارفاه، ولكن ما دارك ترجع لورا او تقيف. انا عيان والله، فالفكرة تكون عيان شنو، والله يا امس عيان، والصفحة ضربوها ذاته. عملت عندي صفحة كانت مركونة وصغيرة، رفعتها وقال لي ابو رهف شغال. انت لما دارت تخش في الـ في الـ في الـ في الواتساب، الواتساب بيكون مقفول لانه انا بشيله بره، لانه التليفون اللي فيه واتساب شغال بيه، نفس التليفون ده شغال بيه في الـ في التيك توك. والليله بيكون شغال ليه؟ لانه الليله لانه التلفون ده بيكون مفتوح، التلفون الحسي انا شغال بيه فيسبوك ده، ده فيه الصفحه الثانيه برضه بتاع التيك توك هشتغل بيه. انا ما عندي واتساب اثنين. يلا يلا شوفي، اول حاجه التيك توك ذاته داير جمهور، لو ما عندك جمهور ما بتقدر تخشي، ما بيسمح لك ان التيك توك تخشي، ما زي الفيسبوك. ايوه المهم، بس انا بحاول بدوك على التلفون واخش معاكم، واتمنى انه الفكره شنو، كل ما انتوا تكونوا قاعدين وانا بتمنى كان اليوم داك اخش معاكم، بلخص دايره اللي بيتكلم ليبي ده كنت هاخش معاه بكل اللغات، كنت دايره اخش معاه يعني بجد، كنت اجلد وجلد ما يعرف حاجه. انا اكيد ربنا ما سح لي قدر ما حاولت، ما عرفت اخش لكم. بس الحاجه دايره منكم انتوا ابو رهف، بس تقدروا تمتصوا عقلية الناس العنصريين وعقلية الناس اللي بتلفظوا وعقلية الناس المدخرين الحقد، يعني كل مرة تستضيفوا يعني انتوا الاثنين تقوموا تستضيفوا واحد من جبال النوبة، واحد من الشرق، واحد من الشمال، واحد من الغرب، تدخلوا أربعة أنفار، وأي إنسان وتصطادوا أي إنسان لافي في التواصل الاجتماعي بيسيء ولا بيتكلم طريقة عنصرية ولا بتلفظ، حتى إذا كانت امرأة فتجيبوها وزي ما تقولوا شنو تبردوها، يعني تحاولوا تقنعوها إنه أنتوا لازم تتكاتفوا. أنا أفكر ما أنا ديك اسمها منو يا أخي القاعدة في باريس دي؟ شفت أي شفت ده اللي اتكلم مع خالد أبو وهب واتكلم بكله باحترام وأدب، ومن اليوم ده شفتها تاني ما طلعت اتلفظت، فشده دي خطوة جميلة جدا. شفتها بقت تطلع لرفاتها محترمة جدا، وكونها تحترم الرجال دي حاجة ذاتها جميلة، وكونها تسمع منكم دي حاجة جميلة. فأنا بتمنى لكم تواصلوا في الشيء ده، يعني دايما الله يفاكم تخلوه على شنو، على إنه تحاولوا تفتشوا في التواصل لا لا الاجتماعي. أنا داري أقول لك، أنا داري أقول لك حاجة معلش للمقاطعة المرة الثالثة. فشوفي أول حاجة، يعني أنا متابع التيك توك، مجرد ما نحن هسه سكنا الخدة، أنت مجرد يعني أنت خش التيك توك، يعني الصفحات الكبيرة لما تجي خش التيك توك فالجمهور طوالي بيجي، لكن لما يكون في خط واحد الصفحات بيكون ديك ما عندها خيمه، ما عندها خيمه، 30 نفر 70 100 150 ما بيكون عندها خيمه، عرفت كلامي؟ طوالي بتنكسر، يعني في صفحات معينه كده لما تكون شغاله كده وماشيه في خط واحد حتى الزول الدارج يقول شنو؟ يعني انت لو اربع خمسه نفر كده، يعني مو احنا كم؟ عباس اوكسجين وانا وابو رهف ومعانا ما اعرف الشكري ومعانا اسمه معانا اسماء الحركات وبيبي والناس المعروفين دي كلهم قلبوا، كلهم قلبوا وخلاص انشغلوا. حتى حسي قبل شويه كنت في اللايف، الاولاد بعد ده بيجوا يجوا يقولوا هوي
ان احنا نتلب من المركب ده. والولد اللي قاعد في ايطاليا برضه، ايوه ولد الميزيريه ده برضه قال لا 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 انا شغله دي ما بقبلها. كلمة حقيقية يا أحمد، ايوه أنا داير أقول لك يعني بخصوص الكلام ده، الليلة أي إنسان بحاول يقيف مع الدعم السريع أو بيدعم الدعم السريع خليه قبل كل شيء، خليه يقول الدعم السريع على حق، خليه يقول الدعم السريع إنه عنده قضية، خليه يقول الدعم السريع شريف. ولكن بعد الفيديو بتاع الإبادة بتاعت الناس هم حيين ويدفنون، أي إنسان قبل لا يقول أنا مع الدعم السريع خليه يصحي ضميره، خليه يتخيل من الناس الحيين الدفنون ده فيهم أبوه، فيه أخوه، فيه ولده، فيه خاله، فيه قريبه، شعورك يكون شنو؟ بس تخيل أنت أقرب الناس ليك دفنوا حي باستفزاز وبوقاحة، خليك من إنه أكلوك أو أكلوا أخوك ولا أكلوك أبوك ولا أكلوك ولدك، بس أنت حي كده يدفنوا فيك. بس الفيديو ده براو الليلة أي إنسان بيقول أنا ولا أي واحدة بتدافع عن الدعم السريع ولا أي واحد بتدافع عن الدعم السريع يفكر 60 مرة أو يفكر 100 مرة الفيديو ده ويرجع يغرر إذا كان هو فعلا مع الدعم السريع ولا غير الدعم السريع. ولكن لما يجي واحد هو أصلا من الدعم السريع يجي يقول لك أنا أشاوز الله أكبر زي ناس عيسى وزي ناس عامل بوب ده وزي ناس برلين ده ولا اسمه ده والبرلين، شغالين هسي، شغالين هسي، معلش للمقاطعة المرة الرابعة، يلا شغالين هسي لايف. قالوا شنو؟ قالوا الفيديو ده قديم يا أخي، الفيديو ده قديم يا أخي، وأحمد كسر يا أخي، نحن ده الحرب ده مع الجيش ما يدخل القبائل يا اخي كرهنا. شفت الفيديو، شفت اللايف بتاعهم هسي في التيك توك بيتكلموا كلام خارج بارد، ده بيخشوا بس بيردموا في الناس. ده ما انت زول بقول لك شنو، الزول حاجه لو ما حرقته وجعته ما بيتكلم فيها صح. هم هسي ما عندهم شيء مفيد بيتكلم عشان بيتكلم على الشيء قاعد يحصل ده حرقه. انت ردمته ما